الاستواء بتقوم بهذا التحدي. ايه اللي احنا بنعمله وخاصه انه في ظرف استثنائي، اهم بطوله عالميه بتقام بدايه هذا العام تكون في مصر وفيها 31 دوله بالاضافه لمصر، يعني عندنا 32 لاول مره. ايه اللي احنا عملناه وهل خدنا مخاطره ولا احنا كان عندنا زي ما بقول كده القوه، البنيه التحتيه، الاستعداد، الاجراءات عشان العالم يقتنع انهم يجوا يلعبوا؟ بص حضرتك، انا اسميها المخاطره المحسوبه. يعني زي ما بنعمل اي مشروع دايما بيبقى الريسك مانجمنت جزء من اي مشروع. ريسك مانجمنت اداره المخاطر. اداره المخاطر انا ما اقصدش اداره المخاطر ان حاجه يعني نعني باداره ازمات وكوارث، لا. المخاطر اللي هي ازاي يبقى المشروع، السيستم البنائي، الاداري، المالي، الانشائي، الصحي، البيئي، يكون محسوب. طيب البطولة تم يعني نجاح استضافة مصر فيها 2015-2016. بدأنا للأعمال والتخطيط للإنشاء للصالات الرياضية آخر 2018 تقريبا، يعني باستثناء الصالة هنا كانت بدأت شوية. طيب الفترة دي احنا أقل من سنتين. أول جزء من المخاطرة، هل الوقت يكفي إن احنا نبدأ ولا لا؟ تمويل الصالات هيكون ازاي؟ الفند بتاعه موجود وايه؟ الشكل اللي احنا عايزين نعمله للبنيه الجديده المرتبطه بهذه الصالات بصفه خاصه، ان احنا مالتي بيربس يوزز. يعني ايه مالتي بيربس يوزز؟ يعني في عالم الصالات الرياضيه اللي هي صالات متعدده الاغراض، ان استخدم فيها كل حاجه للايفنت، لان ده بيعني اداره اقتصاديه مستقبليه وليس لهذا الحدث. دي كلها كانت نظم تفكير ان المخاطره المحسوبه، لا احنا نقدر نعمل الموضوع ده في سنتين. فبالتالي طبعا فخامه الرئيس في الحقيقه اهتمامه بكل تفاصيل التطوير للدوله المصريه في كل القطاعات دقيقه جدا. ويعني سيادته بيدخل في التفاصيل حتى يتم التاكد ان المخاطره المحسوبه وان نقدر نعمل كل حاجه. الصالات في الحقيقه يعني مع العرض والعرض في مجلس الوزراء، دوله الرئيس، الوزراء، قدرنا ان احنا نحدد الاماكن اللي موجوده الجديده اللي نقدر نشتغل فيها. طيب بدانا احنا المدينه الرياضيه في برج العرب، في استاد كبير، فبالتالي في المخطط صاله قلنا هنعمل هناك صاله احنا مع القوات المسلحه. طيب احنا كمان في مخطط لانشاء مقر لكرة اليد والألعاب الجماعية مع الاتحاد، قلنا هنعمل ده في 6 أكتوبر. ويكون أيضا في أماكن يمكن الوصول لها للجماهير سهلة تنجح البطولة في الفترة دي. يعني وإحنا بنفكر 2018 يعني الكوفيد والحاجات دي ما كانتش موجودة. طبعا حساباتنا كانت بعيدة عن الموضوع ده خالص. يعني بأي شكل من الأشكال إدارة المخاطر ما راحتش لهذا الموضوع. فبالتالي اخترنا 6 اكتوبر. طبعا عندنا من اكبر المجمعات، وانا يعني زي ما بيسموها بالانجليزي اي مين وات ام سينج، يعني انا بعني ما اقول. شغلي الشخصي وسفري لاداره المنشات، اشتغلت في حاجات في لندن، ويمبلي ستاديوم، الميلينيوم او الاوتو، الصاله الرئاسيه في لندن اللي موجوده باستثمارات امريكيه 2006-2007، موجودة هي 22,000 مجمع صالات استاد القاهرة. يعني اتعمل 90-91، لكن من أكبر المجمعات اللي بتشمل صالات مغطاة بهذا الشكل. واتعمل برضو الدولة المصرية عملته، لكن احنا محتاجين نطوره. يعني تم تطويره في 2016، لكن احنا محتاجين نطور المجمع بما يليق بمصر الحديثة الجديدة بقى. فاتحط في الحسبان ان ده كمان موجود، وكان في ريسك في الدوم او الراس الكبيره، الستيل ستراكشر اللي موجود الكبير الضخم ده. سياده الرئيس اصر ان احنا لازم نعمل كل دراساتنا لعامل الامان لاقصى درجه. بعتنا التحليل مع الهيئه الهندسيه، جامعه القاهره، الكليه الفنيه العسكريه، الاستشاريين اللي موجودين لفرنسا والمانيا، نحسب معامل الريسك، هل نغير كل السيل ستراكشر اللي فوق ده ولا ان احنا نعمل بعض العمليات. الحمد لله معاهد البحوث قالت وايدت ان احنا نعمل بعض العمليات الاجرائيه لضمان معامل للامان لاقصى درجه. وده اخد مننا فتره شويه من 2018 لنص 2019. وبدانا الصاله دي التطوير بتاعها للمجمع بالكامل، صاله 2 وصاله 1 والمجمع بره وجوه.
واحنا كنا طورنا استاد الكوره بالشكل اللي موجود، عملنا مع الهيئه الهندسيه الثيم اللي موجود. اذا عملنا موديل ان الحكومه المصريه هي هتقوم مع بيمثلها الوزاره مع الهيئه الهندسيه لكل الصالات. اذا حطينا الموضوع انشائيا وتصميميا مع هيئه واحده في الدوله. ليه الهيئه الهندسيه؟ النو هاو موجود، السرعه موجوده، الانتظام موجود، التحدي مش هيجي غير من هنا. مع شركات القطاع الخاص اللي موجوده. وحطينا الزمن لينا ان احنا لازم نخلص في توقيت البطوله 2021 يناير، يعني انت حضرتك بتتكلم نهايه 2019، يعني بادئين اول